مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي. فهمي موجود؟ فهمي ابني؟ اه يا حبيبتي موجود، اتفضلي تعالي. اهلا وسهلا. نقول له مين يا حبيبتي؟ انا امنيه يا طنط، زميلته في الكليه. هو انتي؟ وليك انتي كل حد هنا؟ منك لله يا بعيده، انتي واهلك ضيعتوا مستقبل الواد. طنط انا ماليش دعوه. مالكيش دعوه ده ايه؟ وجايه دلوقتي عايزه منه ايه تاني؟ ابعدي عنه بقى وسيبيه في حاله، حرام عليكي يا شيخه. يا ماما بتزعلي ايه؟ تعالى شوف المحروسه اللي فضلت وراك لحد ما ضيعت لك مستقبلك. ملوش لازمه الكلام ده يا ماما، امنيه ملهاش دعوه. ملهاش؟ خلاص يبقى انا اللي ليا يا سريطه. اهدي شويه يا ماما، دي مهما كان في بيتنا. خير يا امنيه؟ انا بس كنت جايه ابلغك ان المجلس قرر يعفو عنك، ومن بكره تقدر ترجع الكليه تاني. ايه بجد؟ يا هرميه شفت يا حبيبي؟ شفت؟ الف بركه، الحمد لله الحمد لله. مبروك. انا اول ما عرفت قلت لازم اجي ابلغك عشان تعوض المحاضرات اللي فاتتها. طب وانت عرفت منين؟ من بابا. وايه علاقه باباكي بالموضوع؟ لا ما هو رجع الكليه دارس تاني، وهو اللي دافع عنك في المجلس وقال ان انت مالكش دعوه وان شادي هو اللي غلطان، وهددهم ان انت لو ما رجعتش الكليه تاني هيستقيل. معقوله الدكتور مراد عمل كل ده عشان خاطر فهمي؟ والله انا ياما قلت له، بابا ما بيرضاش بالظلم بس هو ما كانش بيصدقني. على العموم انا كنت جايه ابلغكم بس عن اذنكم. استني بس، انت رايحه فين؟ لازم امشي يا طنط. بقول لك ايه، انا عمري ما صالحت حد ابدا، ولا حتى ابو رضا الله يرحمه. بس انت بقى يا حبيبتي جايبه لنا خبر حلو. على فكره بقى يا امنيه، اللي حصل ده حدث تاريخي لازم يتكتب في سجل العيلة عندنا. قول لها يا ريت. تعالي بقى يا حبيبتي لما ابوسي. يا حبيبتي بقول لك ايه، انت هتقعدي معانا النهارده نتغدى سوا. مش هينفع والله يا طنط، اتاخرت قوي، مش قايله لهم حاجه في البيت. طب انا هسامحك المره دي، بس لازم تيجي فرح اخوكي رضا الخميس الجاي ان شاء الله. هحاول ان شاء الله. طب يا حبيبتي عن اذنكم. مع السلامه يا امنيه، نورتي. نسي وشرفتي يا حبيبتي. انت يا واد هتقف متسمر كده، ما تجري وراها عشان توصل. يلا يلا. حاضر حاضر حاضر. يلا. يا لهوي يا رضا، الواد كان هيتكعبل. نورتينا والله. ميرسي. أمنية أنا آسف، أنا عارف إن أنا كنت غلس قوي، بس والله العظيم كان غصب عني. ولا يهمك، بس لو عايزني فعلا ما بقاش زعلانه، عايزاك تاكل الكتب اكل. الامتحانات خلاص على ابواب ومفيش وقت. تقلقيش عليا في الحكايه دي، انت عارفاني كويس، ان شاء الله خير. على العموم انا عامله لك كل المحاضرات، عايزاك بكره بس تيجي تصور. بس كده كتير والله، انا مش عارف اقول لك ايه. ولا حاجه، باي. سلام. هي دي أمنية؟ اه. بسم الله ما شاء الله، زي القمر، ربنا يخليكم لبعض. الأول صحيح، هي بتعمل مش شعرها فين؟ ليه عاطف خير؟ يعني في حاجة في شعرها كده مش عاجباني. الشغل ده بتاع سيد حنتيفة، أنا عارفه كويس، شكلها بتروح له. إحنا الكوافيرات اللي عارفين شغل بعض، يبقى خليها تعدي عليا عشان أصلح لها العك اللي عامله سيد ده. بالمرة بقى تجيب معاها زمايلها عشان تنفعنا. زمايلها مرة واحدة؟ حاضر هقول لها. وبالمره ممكن نيجي ناخد السكشن عندك في المحل من عينيا. بس معلش عاطف، انا في سؤال مضايقني، يعني انت مين بيحلق لك؟ ها